ناخد كم سؤال. سؤال بيقول: متى القديس متى النهاردة عيد القديس متى كتب إنجيله؟ يعتقد في أول الستينات. بص، يعتقد أول واحد كتب ماري مرقس، بعدين لوقا ومتى، وبعدين متأخر كتب يوحنا. ماري مرقس يعتقد أول إنجيل اتكتب، البعض بيقول في الخمسينات والبعض يقول في الستينات. متى ولوقا كتبوا في الستينات والبعض بيقول في أول السبعينات. يوحنا كتب في التسعينات. فعموما ده ترتيب الكتابة. فماري مرقس أقدم الأناجيل. طبعا للأسف تلاقي الناس يشككوا في الحقيقة دي، لكن دي ذكروها آباء قديسين ومعروفة في تاريخ الكنيسة واضحة. الكنيسة كانت عايشة بالتقليد قبل كتابة الأناجيل. يعني إيه؟ يعني حياة المسيح معروفة وتعاليمه معروفة والرسل بيوعظوا من غير ما يكون في كتاب مكتوب، وبالتالي في قداسات وفي معموديات وفي استشهاد وفي قديسين ما حضروش الإنجيل المكتوب، ومع كده قديسين في العهد الجديد. حد بيسأل سؤال ذكي، ما تجيبوش أسئلة تاني، جمعوها. رفض خيمة يوسف ولم يختار سبت إفرايم بل اختار سبت يهوذا. بصوا يا أحبائي، هو يهوذا اعتبر البكر لأن رأوبين ضيع بكوريته، لأن اعتدى على مخدع أبيه، لأنه للأسف وقع في خطية مع الجارية اللي اسمها بلها دي، أو بلها اللي هي المفروض محسوبة على أبوه. فطبعا هذا التصرف ضيع من رأوبين مكانته كبكر. فهنا يهوذا بقى هو المسؤول وسط اخواته، فجي منه داود وجي منه المسيح. اما يوسف فاعتبر سبط البركه، عشان كده اتفك في الارض، في ميراث الارض بفرايم ومنس. وده كان كلام يعقوب مع يوسف، قال له انك انت ربنها، يعني ايه بدل انت قمت من الموت، يعني كنت ميت وقمت، انا اعتبرك نصيب اثنين. ودي إشارة للعهد الجديد، لأن احنا في العهد الجديد بنتمتع بقيامة الأموات بالمعمودية. أما التاريخ يقول إن إفرايم بالذات أكتر سبط وقع في الوثنية. وإفرايم كان سبط غني وخصب وعدده كبير قوي، ومع كده إفرايم للأسف بقى أكبر سبط من أسباط إسرائيل العشر، غير سبط يهوذا. ما هو يهوذا بعد كده انفصلت عن اسرائيل. فلقينا في التاريخ ان افرايم بقى فيه وثنيه شديده قوي وانحراف شديد قوي، ما مشيوش ورا خطوات يوسف جدهم. يعني سؤال: هل اخذ الحق خطيه؟ ما هو الطريقه اللي بتاخد بيها الحق تختلف. لو انت بتطالب بحقك بطرق سلميه ما تبقاش خطيه، لكن بتاخد الحق بدراعك وتتخانق تبقى خطيه. لان قبول الظلم فضيله احيانا. يعني المسيح نفسه اتظلم، طب ما كان ممكن يجيب 12 الف ملاك يبيدوا كل الناس دي، لكن هو ما استخدمش الاسلوب ده وقبل الظلم. اذا احتمال الظلم فضيله، طلب الحق مش غلط، لكن من غير ما تفقد سلامك، من غير ما تقع في عداوه مع حد. ازاي نعمل صداقة مع القديسين ما يكونش في تأثير في علاقتي مع ربنا؟ سؤال غريب. هو صداقة القديسين تزود علاقتك بربنا. يعني ايه ما يكونش في تأثير؟ ده سؤال كده مش ارثوذكسي. صداقة القديسين جزء من علاقتنا بربنا، زي ما احنا اصحاب في بعض، بنحب بعض ونصلي لبعض. هو ده عطلنا عن ربنا؟ ده احنا بنشجع بعضنا على ربنا. طب الأولى القديسين ارتباطك بيهم بيكون معناه انك انت ده هيقربك من ربنا اكتر.
دي العلاقة السوية بالقديسين، ازاي نتعامل مع الناس اللي بيوجعونا في احتياجنا وضعفنا. بصوا احبائي، خليكوا اقوياء، ما تتأثروش بكلام الناس وتعليقاتهم زيادة. احنا اتفقنا الاسئلة جمعوها عشان مش كل واحد يطلعها لو سمحتوا. شكرا. الناس اللي بيوجعونا نحتملهم وما نتوجعش بالسهل. اللي مركز في ربنا ما بيتضايقش كتير من تعليقات الناس، ممكن يستفيد منها لكن ما بيضطربش، ما بينزعجش. طيب بصوا على الصورة دي وعاوز اسمع تعليقاتكم عشان تصحصحوا. حد فاهم حاجة؟ يا الصورة مش طالعة هنا؟ يلا مين هيفتي طيب؟ تفضل. نعم، المتكئات الأولى، ماشي شفتيها كده كويس. نعم في كراسي فاضية، عاملين كورونا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. طيب ناس تعليقات روحية قولي. أكساب بلا أرواح ممكن، مرائين ماشي، الدماغ في حتة تاني، المخ في حتة تاني، عرض أزياء. في ناس بتيجي الكنيسة عرض أزياء، أو في ناس بتيجي الكنيسة سايبة قلبها بره الكنيسة ومخها بره الكنيسة، ودي حاجة تخوف. ساعات احنا لما ابونا يقول ارفعوا قلوبكم تلاقي الناس كلها تقول هي عند الرب، ببقى خايف ملاك يظهر يقول يا كذابين يفضحنا ولا حاجة، يقول لنا انتوا برضو قلبكم عند ربنا. واحد ما يستعجلش، عاوزة تقولي ايه؟ ها مش رافع ايدك؟ ها لك اسم انك حي وانت ميت، ممكن تبقى دي آية مرتبطة بالفكر. قولي. الخادم الفاضي، منظر يعني، ناس لابسة كويس لكن من جوه مفيش ناس أساسا، مفيش حياة. المكان مشغول بس بالكذب، يعني مفيش روحانية حقيقية. طب بصوا على الصورة التانية، الصورة التانية، حد شايفها؟ مش شايفينها كويس انتم، معلش مظلومين انتم معانا. كبروا شويه بنات الصوره لو تكبر. تفضلي. ها لا لا مش هسمع وانت كلبسك معاهم. في ناس تقول اللي اتكسر ما يتصلحش، لا هي صلحتها وطلعت منها لوحه فنيه. طيب ايه المعنى بقى؟ تفضل. في واحد عرف يطور وزناته وفي واحد بيستسلم لحزنه. كويس، برافو. في واحد ممكن يكسر المخدوم وفي واحد يجمعه ويطلع له صورة كويسة، وساعات في وقت تكون انت غلطت وكسرت بوظت ورجعت تاني صلحت، زي موسى النبي يعني كسر الدنيا في وقته ورجع صلحها في وقته. ماشي زي ايها الفخاري الاعظم. برافو عليك. الكسر ده ممكن يطلع لوحة جميلة، يعني آلام الناس أوجاع الناس أحزان الناس
مش نهاية القصة. أحيانا تبقى أجمل قصص وأجمل سيرة تطلع من حياة مكسرة. حد يديني مثل. ساعات تبقى سيرة عطرة، قصة قوية تطلع من كسر، يعني من آلام. ها قولي تفضلي. لا مش انت، قولي انت. ها انت علي صوتك. بحكي بقول عاوز سيرة، قصة، شخص ممكن تبقى حياته تعبر عن انه كان متكسر لكن حياته بقت مدرسة بعد كده. ها؟ ممكن اقول اغسطينوس. ها عايز يوسف الصديق طبعا، مثل اللي قلناه الصبح كان واضح ان هو اتبهدل كتير بس طلعت سيرته في الاخر لوحة فنية جميلة جدا. ها السامرية ممكن تقولي كانت مكسرة وبقت خادمة وكارزة عظيمة. ماشي. ها أيوب، أيوب اتكسر وبعد كده ساب لنا لوحة للأجيال كلها زي الواحد يتحمل الألام ويصبر حكمة ربنا. ها موسى الأسود. ماشي. بطرس، بولس نفسه. ماشي. بولس كان بيكسر الدنيا، ما كانش متكسر لكن ماشي. ها اتفضلي. موسى النبي، موسى النبي اتفضلي. ها العذراء أمنا ممكن. هو الحين مش هتلاقوا واحد كتب في التاريخ سيرة قوية إلا لما يكون كان مكسر في وقت. مش هتلاقوا حد إلا وكتب يكون عدت عليه آلام وأوجاع ومتاعب، وممكن يكون وقع وقام، وممكن يكون اتعور جامد، بس في الآخر حياته بقت شكلها جميل قوي. كل الناس. طيب نحط الفصل اللي بعده من إنجيل لوقا. احنا بندرس مبادئ الخدمة من إنجيل لوقا عشان نطلع بدرس ازاي يقول يصنع خيرا. دلوقتي عندنا لوقا 11:27-32. هقرا معاكم النص الذي، وحاولوا تطلعوا دروس من حياة ربنا يسوع للخدام. احنا في لوقا 11. وفيما هو يتكلم، صح كده؟ رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهم. أما هو فقال: طوبى، بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. وفيما كان الجموع مزدحمين ابتدأ يقول: هذا الجيل شرير يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. ملكة التيمم ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها أتت من أقصى الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينهم، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان. ها هنا يلا احنا الخط اللي ماشيين عليه بنتعلم من المسيح مبادئ خدمة. الكم آية دول يعلمونا ايه؟ مين طلع منهم بحاجة؟ ها المفروض كلكم ترفعوا ايديكم وانا اختار. اتفضل. تحويل الكرامة والمجد. تاخدوا بالكم دي مديح للمسيح ام وزعوا على كل الموجودين؟ فاهمين؟ زي حد يجي يشكر فيك تقول له انا بعمل حاجة، ده هم الخدام اللي بيتعب. فهنا لما الست دي مجدت المسيح قال لها: يا بخت اللي بيسمع كلام ربنا ويعمله. فهنا حول الكرامة والمجد على اللي حواليه. دي حاجة جميلة في أي خادم إنه ينقل الكرامة من نفسه للي حواليه.
برافو عليك، بيعلمنا انه مش كفايه تسمع، لازم تعمل. لأن بس بتبص على منهجه مش على التعليم نفسه، المنهج بتاع المسيح نتعلم منه ايه كخدام. في تصحيح للمفاهيم، يعني هي كل اللي شافته كست يعني يا بخت والدتك بيك، يعني الموضوع مش كده، فحطها في حته تاني ان الاهم الناس تسمع كلام ربنا مش النسب والعيله والكلام ده. ماشي، يعني ربنا يسوع دايما بيركز على التوبه. فالجيل اللي عاوز يتفرج على معجزه قال لهم انتوا محتاجين تتوبوا زي يونان، هي فهمتها كده يعني كويس وماله. يبقى الناس ما تقعدش تتكلم في المعجزات كتير، لا تتكلم في التوبه، لان التوبه تدخل السماء، المعجزات ما تدخلش السماء. اتفضل. جميل، ان فكره الرجاء انه مهنينا ودول ناس وحشين قوي وربنا قبل توبتهم ولهم اكليل كبير، يبقى في امل لاي حد يتوب ويتقبل عند ربنا. ايه تاني؟ ايه اللي نتعلمه من منهج المسيح في الخدمه في الايات دي؟ يريم ان في كل جيل في حكايات بتشاور على ربنا، أو أن المعلم الشاطر يستفيد من خبرات التاريخ. يعني رب المجد نفسه بيتكلم عن حكاية سليمان وبيتكلم عن حكاية يونان، يعني المسيح نفسه في وعظه بيجيب الحكايات دي. يبقى احنا طبيعي لما نعلم من العهد القديم ومن الحكايات، لأنها كلها تصب في اتجاه واحد. تفضل علي صوتك شوية. ايضا لهذا الجيل، يعني عاوزه تقولي انه لازم تبقوا زي يونان ملح للارض. يعني ماشي، انا بس مش بتكلم في صميم العظه، انا بتكلم في منهج المسيح كخادم يتعامل مع المديح مثلا، قلته بنحوله على ناس تانيه، ولما جاله حد يقول له ما تعمل لنا معجزه ما مشيش على هواه. اذا مش كل طلب من المخدوم هنرضيه، لأن ممكن يكون الطلب مش مفيد، اللي هم محتاجين توبة مش يتفرجوا على معجز، هم عاوزين يتفرجوا على معجز، قال لهم لا مش هعمل معجز، انتم محتاجين حاجة تاني. هاي هاي دي. برافو عليك، زي ما رد على ست واحترم تعليقها، رد على الجمهور واحترم تعليقه. إذا هو بيتعامل مع الفرد والجماعة زي بعض، يعني بدي احترام لكل انسان كمان. تفضلي ورا. ايوه، الشهاده للحق حتى لو الكلام بيزعل، لان دول كانوا اتكبسوا، كانوا عاوزين يتفرجوا على ايه، قال لهم لا، وقال لهم كلام ناشف، لانه ايه؟ قال لهم هنا هذا الجيل شرير، فخبط فيهم كلمه جامده لكنه حقاني. اتفضل. جميل، ان انا اطمن ان المخدوم يحفظ مش مجرد يعرف، يحفظ تجيب نتيجة اكبر. حد يلاقي نقطة تانية؟ مش عارف اسمعك، طب اعمل ايه؟ جميل، يعني برضو في تركيز على التوبة. يعني أنا بيعجبني الحتة دي، إن إحنا دايما نقرأ العهد القديم وحكاياته بس في اتجاه تعليم العهد الجديد. يعني عشان تعرفين طلع لنا بدعة بتحاول تنكر العهد القديم أو حكاياته. طب ده المسيح بيستدل
بحكاية ملكة التيمن وسليمان ويونان ونينوى وقال نوح وقال لوط وقال يعني المسيح حكى كتير قوي من حكايات العهد القديم. فأعداء العهد القديم دول أعداء للمسيح، لأن المسيح نفسه استدل في وعظاته دايما بقصص العهد القديم، لأنه إله العهد القديم هو إله العهد الجديد ربنا يسوع نفسه. فدي برضو تهمنا كخدام أن احنا طبيعي نحط من هنا ومن هنا قديم وجديد عادي. حد شايف معنا كمان؟ ها جميل. فكرة كمان الناس، في ناس بتتعب قوي عشان تتعلم درس، لما يكون الدرس قريب ليك طب اتعب ونفسه. يعني ليه الناس دي هتوبخنا؟ لان دول جم من اخر الدنيا عملوا مجهود كبير قوي عشان يتعلموا، زي الملكة اللي جت من اخر الدنيا، او بتوع نينوى اللي ما يعرفوش حاجة خالص صدقوا يونان. طب احنا اللي عندنا المسيح نفسه وقريب لينا، ده يبقى حسابنا عسير بقى لو اتدلعنا يعني. فهنا الكلام مفيد لينا ان المسؤولية اكبر في العهد الجديد لانه الفرصة اكبر. جميل يا حبيبي. طبعا المسيح هنا بيؤكد لاهوته بكلمة اعظم من سليمان واعظم من يونان، بيؤكد لاهوته في نفس الوقت كأنه بيقول لهم يعني تعلموا مني، ودي رسالة ان احنا كخدام الناس تتعلم مننا مش بس من كلام. طيب عاوز اصحى معاكم كده، نصحى شوية نقول كم قصى الظلم عليك، تلاقوها في الملف الجديد. الجديد عاوزكم تحفظوا يا جماعة القطع هنا تتكسلين. كم صدمت التهابات المتع زر وغبي قصر الظلم عليك احتيك يسوع بمسامير والشوق عزبوك وبهيك يطردوك ونفوك عجبا كيف صبرت هو صوت جل يقول دائما في زمنك مشهد القوة تهيك أين قام الله عنك من أهوال البحر سوف تقوى عليك كم قصى الظلم عليك كم سعى الموت كم صدمت بالتهاب ثم تعزيك ظلم لست في أرض ولدت قد ولدت في السماء أنت من روح طهور لست أنت من رمى أنت حق أنت قدس أنت قدس كم قصى الظلم
عليك تنسى عن غيره تنصب من من بناتي هل بناتي هل رواتي هل رواتي من حماتي هل حماتي من خصاص عليك خمس عمرات خمس خدمات وتفاوت بسم الله والله الروح القدس الاله الواحد امين. يقول يصنع خيرا كلنا نفسنا نتقدم في خدمتنا ونبقى بنعمل اللي ربنا عاوزه مننا ونبقى أقوياء ضد ضعفاتنا. عشان كده عاوز أكلمكم عن نقطة ضعفك وإزاي تشتغل عليها أو قوتي في ضعفتك. كلنا بدون استثناء عندنا نقاط ضعف. نقاط الضعف دي ممكن تبقى من تربيتك من زمان، ممكن تبقى إمكانياتك المحدودة، ممكن تبقى مثلا بتنسى زيادة، ممكن تكون طبع طبعت دي ومش عارف تغلبه، ممكن يكون في خوف جواك زيادة. بس كل واحد فينا نقطة ضعف، محدش كامل غير ربنا يسوع. نقطة الضعف بتعطل الخدمة أكيد. مثلا واحد يحب يعرف كل التفاصيل، على فكرة دي نقطة ضعف لأنها هتعطل انطلاق الخدمة. أحيانا ممكن تكون أنت بتحب المفاتيح في إيدك زيادة بادعاء الحرص بادعاء المسؤولية، بس بصراحة أنت معطل. وممكن واحد بالعكس يكون يرمي الحاجة كده وإيه مش ما يتابعش، برضو ده عيب تاني. إذا احنا عشان نتقدم في خدمتنا كل واحد فينا يحتاج يكتشف فين النقطة اللي ربنا عاوز يصلحها، لأن كل واحد فينا عنده نقطة غير التاني. في واحد مثلا تلاقي صلواته وقراياته ضعيفة جدا بس نشيط في الخدمة، طب ما أنت عندك نقطة ضعف، علاقتك بربنا سطحية مع أنك نشيط. في واحد خجول بزيادة، الخجل ده مخليه مش قادر يدخل ويشتغل وينجز. في واحد بطيء بزيادة، طب والناس اللي بتهلك دي اتحرك شوية. يبقى نقاط الضعف ده موضوع كبير قوي ولازم الواحد يشتغل عليه. تعالوا نفكر مع بعض كده. قديس بولس أحد نقط ضعفه إنه جاله شوكة في الجسد، جاله مرض. البعض بيقول عينيه والبعض قال ظهره، لكن غالبا عينيه يعني. وبعدين بقى معجزه الدرك، معجزه زي ما واحد فينا بيكبر ويعجز، فتلاقي مش قادر يعمل اللي كان بيعمله من 30 سنة. طيب وبعدين تكتئب يعني؟ لا لا، قال أصر بالضعفات والشتائم. يا الشتائم ممكن تبقى ضعفات، ممكن في ناس بتشتمك يعني، طب ومين؟ والضرورات، يعني ضروري مثلا انك انت تاخد الدواء بتاعك، ضروري مش عارف تعمل ايه، ضرورات. والاضطهادات والضيقات لاجل المسيح، لاني حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. اذا فكرة ان انا ضعيف دي ما تعطلش شغل ربنا، بس امتى؟ لما تدخل قوة ربنا اكتر من كده، لما تسيب ربنا يشتغل في ضعفك، لما تعترف ان في نقطة ضعف تحطها قدام ربنا. تعالوا نشوف نعملها ازاي. اولا القديس بولس بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم. يبقى نقطة الضعف تحتاج مقاومة لانها بتجيب خطايا. يعني مثلا كتير منكم عنده صغر نفس،
ما عندوش ثقة بنفسه يعني. طب ما هي دي بتخليك تقع في غيرة، تقع في حزن رديء، تقع في خوف أو قلق. طب ما دي خطايا، ما قاومتش ليه النقطة دي وخليت عندك ثقة بربنا وثقة بنفسك. سؤالي الأولاني، إيه رد فعلك النفسي تجاه نقطة ضعفك؟ لما بتشوف إن في نقطة ضعف واضحة، مراتك بتقول عليك عصبي، أنت بتقول عليها مش منظمة أو بتنام كتير أو بطيئة أو كلام يوجع، إن كان ليك ولا ليها. خدام بيقولوا لك أنت فيك كذا، وساعات تأدبا بيقولوها بطريقة مهذبة. طب استنى بس، هما ممكن يعني يكون تعبانين من النقطة دي. رد الفعل ساعات يبقى الاستسلام، وده أسوأ ردود الأفعال. عارفين اللي بيقول أنا كده أنا كده، أنا اتولدت كده، أنا طبعي كده، أنا اتربيت كده. الله، يعني إيه كده؟ من ربنا يعمل إيه؟ مش لازم تديله فرصة يغيرك؟ الله بيأتي بثمر، بيعمل معاه إيه؟ ينقيه ليأتي بثمر أكثر. طب يبقى لازم في تغيير يحصل. يبقى أوحش موقف إنك تستسلم وتقول أنا كده، أنا طبعي كده. طب ما هو طبعك ده معطل شغل ربنا، لأنه لو أنت فاهم ربنا عاوز يعمل إيه، عاوزك كامل، كونوا كاملين، يبقى مش عاوز حاجة وحشة فيك. كمان رد الفعل ساعات يبقى التحدي، دي حاجة كويس، إن الواحد يتغاظ من نفسه ويقول لأ أنا مش هستسلم للنقطة دي، أنا هقاوم. في رد فعل عكسي ييأس، يقول مفيش فايدة، حاولت ومفيش فايدة، خلاص. وبعدين بقى إيه؟ يسوق فيها، ما أنا ما فيهاش حاجة عدلة، يا عم إيه؟ عندك نقطة ضعف، مش كله بايظ يعني. لكن ساعات مع اليأس الواحد يهول، يشوف الصورة غامقة قوي. كمان حد قال له على نقطة، مرة بقول لخادم معلش يعني أنا نفسي تخلي بالك من مواعيدك، ضلمها خالص. ما انا قلت لك ان انا ما ينفعش خادم، ما انا ما فيش حاجه عدله، ما انا كان لازم ترموني بره الكنيسه من بدري. ايه يا عم؟ انا بقول لك اظبط مواعيدك يا عم، خلاص يا عم، حقك عليا يا عم، خلاص ما حصلش حاجه، بقيت لصن فيه. بس هنا ده واحد مش عاوز يتغير، ما فيش حاجه، ما قلناش حاجه جريمه يعني. رد الفعل ساعات يبقى الخوف المبالغ فيه، يعني لما حد يواجهك بنقطة ضعفك تخاف قوي لتخسره مثلا. في ناس ما بتحتملش أي نوع من المواجهة، ليه؟ بالنسبة لهم أي مواجهة معناه أنت مش بتحبني، أو أنت مش هتقبلني غير لما أكون 10 من 10. لا، إحنا بنحب بعض وبنقبل بعض، بس أنت ليه تخاف زيادة كده؟ الخوف ده مؤذي. ساعات رد الفعل السيء انك انت تبتدي تطلع اعذار. يعني مره كان عندي واحده كل شويه تجيلي بمشكله، كل ما اقول لها طب ايه رايك بقى، ما تيجي تقول لي بص يا ابونا اصل ابويا زمان، جيت على النمره 7 مثلا قلت له بصي النهارده مش عاوزين نجيب سيره بابا الله يرحمه، الراجل شبع من بدري، ست كبير، هو انا كل ما اقول لك على حاجه هتجيبيلي من اول الطفوله اصل بابا؟ طب وبعدين؟ يعني ما تخلينا النهارده. يبقى في ناس بتحب نظام الاعذار والشماعات مش احنا مسؤولين عن نفسنا دلوقتي؟ ففي ناس تطلع العذر وكانه بيقول غصب عني. غصب عنك؟ لا، غصب عنك انك ما تقدرش تطول مثلا، لكن مش غصب عنك انك انت تمسك اعصابك، لا مش غصب عنك، في حاجات كتيره تقدر تعمل. رد الفعل ساعات لنقطه الضعف انك تشوفها قدام عينك طول الوقت لدرجه تكتئب، يجيلك صغر نفس، كانك مش شايف في نفسك ولا حاجه غير العيب ده. طبعا ده خطر جدا، انت فيك حاجات كتيره قوي وفيك حاجه ناقصه، حاجتين ثلاثه. لكن لو الموضوع خد عقلك كله هيجي لك صغر نفس، كأنك مش شايف غير النقطة السوداء. طب هل فعلا الإنسان فيما له دور تجاه نقطة ضعفه؟ طبعا، وإلا كل وصايا الكتاب المقدس يبقى ملهاش معنى. احنا كلنا لينا دور،
وده اللي بنسميه يا جماعة إذا كنا احنا كلنا اسمنا خدام تنمية. خادم التنمية يؤمن بتنمية نفسه. تنمية نفسه يعني ايه؟ يعني تغيير حاجة في نفسه، تغيير طبع، تغيير فكرة، تغيير أسلوب، تغيير نظام حياة. هو قابل للتعديل والتطوير والتغيير، وعشان كده بيؤمن بتنمية المجتمع أو تنمية المخدوم. لو أنت شايف أنك لو يمكن تتغير أنت بتخدم إزاي؟ ما يبقى ما فيش حد هيتغير. فطبعا في دور تجاه نفسك أنت مسؤول عنه. يعني إحنا في خطايا يا جماعة نفضل نعترف بيها بالتلاتين سنة، طب مش دي حاجة تكسف؟ ده معناه إيه؟ إنك شايف نقطة الضعف وسكت ومش بتحاول تقاومها. طب ما تعمل مجهود مكثف شوية ما تطلع من الحفرة دي. هنفضل نقول نفس الكلام، أصل أنا بقع في الإدانة، بقع في الإدانة، وده ما بيتقفلش، ملوش حل يعني؟ لا له حل، بس عاوز تركيز. في الأول نقول المفروض تميز بين نقطة ضعف قابلة للتغيير ونقطة ضعف غير قابلة للتغيير. يعني إيه؟ إذا كان مرض غصب عنك لازم له راحة معينة أو دواء معينة، خلاص دي نقطة ضعف غير قابلة للتغيير، دي غصب عنك. إذا كان واحد مثلا ظروفه ضيقة شوية ماديا وما عندوش فرصة يغير سكنه أو يغير ظروفه دلوقتي، خلاص. لكن مش هي دي اللي هتقعد تغير فيه، لأنك لو فضلت تحاول تغير حاجة ما بتتغيرش أنت هتتقهر، أنت هتكتئب بجد. إحنا بندور على النقطة اللي ممكن تتغير. يعني مثلا واحد يقول لك أنا نقطة ضعفي إن أنا عايش مع والدي، دول ناس كبار وطلباتهم كتير. لا دي حاجة مش هنقدر نغيرها، ربنا يخليهم استحملوا، مش ده اللي بنتكلم فيه. تعال نتكلم في نقط ضعف تانية قابلة للتعديل. يبقى نميز بين اللي ممكن يتغير وممكن واللي ما يتغيرش. عموما افتكروا ان اغلب نقاط الضعف هي عادات اكتسبناها ويمكن تغيير. اغلب نقاط الضعف هي حاجات دخلت علينا ما تولدناش بيها، العصبية ما تولدناش بيها، الاستعجال، سوء الظن، الكسل، الخوف، الحاجات دي ما تولدناش بيها، ما تصدقوش الكلام دي اكتسبناها، وبالتالي نقدر نتخلص منها. في عادات زي مثلا المهن، تلاقي واحد اول ما يجوع يبقى هياكل الدراع اللي جنبه، يعني حاجه تخوف. لا طب ما عاوزه شويه تدريب يعني. في واحد عنده الافتخار يحب يكلم عن نفسه كتير، لا برضه دي عاده وحشه، دي نقطه ضعف تضيع منك النعمه. في واحد مدمن للميديا، في واحد يقول لك ما بقدرش اسيب الموبايل من ايدي، يا حبيبي دي مشكله دلوقتي، دي نقطه ضعف، دي تدمر حياتك وبيتك. في واحد تلاقيه مندفع زياده. اذا كل واحد محتاج يميز ايه اللي عاوز يتعدل فيه. بس افتكروا بقى القاعده اللي حطها لنا القديس بولس، ان نقط الضعف ما بتعطلش نعمه ربنا، بالعكس ساعات تظهرها. قوتي في الضعف تكمل، يعني ايه؟ يعني العيب اللي فيك ساعات يبقى فرصة ان ربنا يشتغل بيك. كانت باينة قوي في شخصية موسى النبي، ما بيعرفش يتكلم بقى يقف قدام فرعون. ده اللي يقف قدام فرعون ده لازم يكون عنده ثقة بنفسه ويكون جريء جدا ويكون. قال له لا لا لا، طب التهته وبتتلعثم هتروح لفرعون، عشان قوتي في الضعف تكمل. واضحه؟ بولس الرسول يبقى مريض وبيشفي العيانين، ايه ده بقى؟ قوتي في الضعف تكمل. المناديل بتاعت الصديق بتاعك تعمل معجزات، بس خليك انت عيان. مره واحده بتقول لي خادمه كويسه قوي، تقول لي ابونا انا مكسوف اقول لك انا تعبانه جدا في بيتي، بس خدمتي الاساسيه مشاكل زوجيه. قلت لها بجد؟ قالت لي صدقني الظاهر جوزي يعني ايه علمني كل حاجه ممكن واحد يتعلمها في الدنيا، فبقيت بعرف اصبر الستات واقول لهم الحكمه ايه، لكن انا لغايه دلوقتي متعذبه في بيتي. هي نقطه ضعفها
ان ربنا سمح لها بزوج متعب جدا وفعلا ست عظيمه ومستحمله، انما هي بقى ارشادها حلو جدا للستات الاصغر اللي تعبانين من رجالته. اذا في قوه في الضعف تكمن، ممكن يحصل حاجه زي كده. مره واحده برضو بتقول لي انا اعتدي عليا وانا طفله، انا انقذت مئات من البنات بسبب الخبره السيئه اللي عندي دي، وقعدت سنين طويله حاسه بذنب فظيع ومش طايقه نفسي لغايه ما يعني اب اعترافي ريحني وهداني وصالحني بربنا وصالحني مع نفسي، وبقى عندي رساله انقذ البنات اللي بيتعرضوا للكلام ده. وانا فرحانه ان ربنا اداني قوه انقذت مئات من البنات كانوا هيضيعوا بسبب الخبرات دي. يبقى القوه في الضعف. مين يقول ان واحده هي نفسها ما تعرضت لكده تبقى خادمه قويه قوي في كده؟ دي طريقه ربنا، دي طريقه ربنا. خلي بالكم ان ممكن يكون نقطه ضعفك هي المجال اللي يستثمرك فيه. طب ليه بيعمل كده؟ عشان تفضل متاكد ان ده شغل ربنا، تفضل فكره القوه بتاعت ربنا واضحه في ذهنك. بس خلي بالك في فرق بين ضعف الجسد مش ضعف الاراده. يعني ضعف الاراده لازم تشتغل عليه، لكن ضعف الجسد لا. في واحد محتاج يمام زياده خلاص، بدل جسد محتاج كده خلاص. وغصبا احيانا مع سن معين مع امراض معينه يحتاج يريح كل شويه. هل ده معناه ما بيعملش انجازات؟ ده ممكن يعمل انجازات فظيعه في وقت قليل. يبقى ربنا قوته في الضعف تكمل. يعني في ناس بيتهيأ لها ان في شخصيات دي الناس ما بتنامش، على فكره دول بيناموا وبيناموا كتير، لكن ربنا يقدر يطلع من ساعه واحده شغل كتير قوي، فما تبصلهاش انها كده. وهنا ضعف التركيز مش ضعف المحاولة. يعني ايه؟ ما يكون ضعف التركيز مش عارف تعمل فيه حاجة. فعلا في الزمن ده كلنا شوية تركيزنا بيضعف ولها اسباب علمية كتير قوي. لكن ضعف المحاولة لا، دي ارادتك انت. تفضل تحاول تركز في الصلاة حتى لو في تشتيت عام، بس المحاولة عليك. ضعف الامكانيات شيء وضعف الافكار شيء. يعني يجي لك شاب في الخدمه يقول لك انا ما عنديش حاجه وانا غلبان وانا، طب فين فكرتك؟ ايه اللي نفسك فيه؟ ما عندكش افكار خالص؟ لا، يبقى في عيب عندك. انا موافق انك ما عندكش امكانيات، بس ما عندكش دماغ؟ ما عندكش ولا حلم؟ لا، يبقى في دور عليك مش راضي تعمله. بيقولوا تعبير جميل قوي، تشوه الوجه لا يمنع الابتسامة. أنا بحب التعبير ده، تشوه الوجه لا يمنع الابتسامة. مرة كان في شلة بنات كده في الكنيسة، وكان في بنت شوية وشها نتيجة حرق باين عليه تشوه معين. اكتشفت إن البنت دي أكتر بنت محبوبة في الدفعة وأكتر بنت شخصيتها قوية، وكلهم حريصين على وجودها، واكتر واحده بتشجع، واكتر واحده لطيفه ودمها خفيف، مع انها كبنت كلهم بنات في بعض، وشها بيقول انها اقل منهم كلهم مثلا في الجمال. الحكايه دي مش موقفه، ما عطلتهاش، لانها بتاعت ربنا قوي، بتصلي كويس، تقرا الانجيل كويس، خادمه حلوه، عندها ثقه بنفسها رغم العيب ده. وبنات تانية تبقى جميلة بطبيعتها جسديا، عندهاش أي ثقة في نفسها. يبقى واضح إنه الموضوع مش إن العيب ملوش حل، لا، حتى العيوب اللي ملهاش حل ممكن تبقى رصيد لينا في حاجات تانية. مفاتيح التعامل مع نقاط الضعف، أقول بقى روشتة كده، أعمل إيه لما أكتشف إن أنا عندي نقطة؟ أولا تعرفوها إزاي؟ تعرفوها من تكرار أخطاء مرتبطة بالحتة دي. تعرف نقطة ضعفك من تعليقات اللي حواليك. وفي طريقة دايما أنا أقولها، الشلل القريبة لبعض اتصارحوا مع بعض بالحاجة الحلوة والحاجة الناقصة. بيكونوا شلة خدام في بعض، إخوات وصحاب قوي. ليه تقعدوا تجاملوا بعض؟ ما تقول لزميلك على فكرة أنت فيك حاجة حلوة قوي بس عندك عيب، كلنا نفرح لو غيرته.
وتقول لأخوك العيب بتاعه مفروض يقبل منك يعني لو في تفاهم وحب. أول حاجة اعرف نقطة ضعفك، اعرفها. بولس عارف انه عنده شوكة في الجسد وربنا مش راضي يشيلها، كان عارف عنده نقطة ضعف انه مرض خلاص والمرض هيستمر. ربنا قال له كده يكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكمل، مش هشيل المرض خلاص يا رب حاضر. يبقى هنا لما تعرفها من شكوتك انت او من شكوى الناس او من مراجعة نفسك او من تكرار الخطأ او حتى بالقراية، ممكن مع القراية تكتشف انا عندي العيب ده، انا عندي صغر نفس، انا عندي احساس ذنب، انا عندي سوء ظن، انا عندي كسل فظيع، انا عندي خوف من الناس زيادة. طب ما تعرف، اعرف المشكلة اللي عندك، لان دي عاملة زي الفرامل معطلة حياتك ومعطلة انطلاقك. ولو مش عارف اروح اسأل اعترافك، اسأل والديك، لاش تسألي جوزك لانه هيقول حاجات كتير تبقى مشكلة لك، خدها فرصة يعني. لكن لو هو راجل طيب يعني ممكن تسألي، بس ممكن تعرف نقطة ضعفك او بعض نقاط ضعفك. تاني نقطة مهمة المفهوم اللي قاله بولس ده، لما تلاقي نقطة ضعف امسك في النعمة، يا رب انا ضعيف وانت بتاع الضعف، انا اكتشفت اني غلبان قوي، يلا بقى اشتغل بقى. انت قلت قوتي في الضعف تكمل، اهو مش هتلاقي اضعف مني في الحتة دي، انا اضعف واحد. يقولوا من المشاعر الجميلة اللي تعدي على اي خادم انه يفضل مقتنع وحاسس انه اقل من كل الخدام بس بيحبه. اقولها تاني، من اجمل المشاعر اللي تبقى في قلب اي خادم ولما يدخل هنا القاعة دي من الكنيسة يبص حواليه كده يقول اروح فين في الملائكة دول، يحبهم وحاسس انه اقل. ده اكتر واحد ربنا هيشتغل به واكتر واحد هينجح في خدمته، لان النعمة هتشتغل معاه جامد لانه حاسس انه ضعيف. انما اللي شايف نفسه كويس ده ما بيعرفش يعمل حاجة. يبقى مع نقطة الضعف ما اسهل انك تقول له اديني معونة، انا مش عارف اغلب نفسي، مش عارف اغلب طبيعتي، مش عارف اغلب شهواتي، مش عارف اغلب عصبيتي، مش عارف اغلب خوفي يا رب، مش عارف اغلب الفكرة البطالة دي، مش عارف اغلب التعلق ده بالشخص ده. اشكي نفسك لربنا وحط الموضوع في الصلاة دايما. ليه؟ انا محمل عليك يا رب، انا مش عارف اعمل حاجة، مش عارف اعالج روحي. مفيش حاجة ربنا يفرح لما تشكي نفسك وتقول له انا مش قادر اتحرك من مطرحي. كمان عشان النعمة تدخل كتر انجيل، الانجيل اختني بكلمة الله. لما تقرا الانجيل كتير، تحفظ ايات كتير، تحس انك انت مختلف قوي بجد. يعني كلام ربنا بيحطك في مود تاني، في نفسية تانية، خليك مركز على ربنا مش على نفسك. طب ما انا وانت ضعف خلاص، لكن ربنا كبير قوي. واظب على الاعتراف والتناوب، لان ده برضو بيدي نعمة. افتكرت دلوقتي مثلا داود، داود كان عارف انه ضعيف قدام جوليات ولا لا؟ طبعا، لان لما ركبوا له الحديد ده عشان ينزل بقى قال له ما بعرفش امشي، ما بعرفش استخدم الحاجات دي. اعترف ان انا ايه، انا لا اعرف امسك سيف من رمح ولا اعرف امسك البس الحديد، انا مش عارف امشي خطوتين، فانا عارف اني مش معرفش، بس انا عندي ثقة في اسم رب الجنود. لكن داود كان عارف انه كعضلات ما يجيش واحد في مية في جوليات، كجسم ما يجيش واحد في مية، كخبرة عسكرية ما يجيش حاجة. فهو كان عارف، كان عارف بس محمل على النعمة، داخل فعلا بجرأة. ليه؟ انت تجيلي بسيف ورمح وترس، انا جايلك حاجة تانية، انا جايلك اسم رب الجنود. فطبعا هنا قوة الله في الضعف تكمل، بقت الناس مستعجبة، بقى الصغير ده هو اللي يهد العملاق ده، هو ده شغل ربنا، حب كده. ثالث نقطة مهمة في نقطة الضعف، اقبل التحدي. يعني ايه؟ أي نقطة ضعف هي مجال للتطوير، مجال للنمو،
دي خبرة ممتعة انك انت تغلب طبعك، تغلب حاجة مش حلوة فيك. يعني انت مثلا متزعلوش، ما تحبش توزعي حاجة من حاجاتك، طب ما دي حاجة غلط، دي حاجة وحشة، نسميها خطية، نسميها نقطة ضعف، بس ده بخل على طمع على حاجات كتير كده. هتفضلي طول العمر ساكتة على العيب ده والحاجات اللي في الدواليب والحلل والكلام المركون ده كله، ده مش كويس. طب امتى هنعمل حاجة؟ لازم تقبلي التحدي، تتحدي نفسك في الغلطة دي. في واحد يقول لك انا مش مجامل، طب ما تتعلم تبقى مجامل، ولا هتفضل طول العمر تقول انا مش مجامل؟ ما تطلع خطوة، طيب اعمل حاجة. يبقى هنا الواحد لازم يتقبل التحدي، يعني ايه؟ ما يفضلش واقف مطرحه، وركز على نقطة واحدة حتى لو خدت 6 شهور او سنة كاملة، خطوة واحدة، حاجة صغيرة، قول انا هشتغل على دي. كمان راقب نفسك والمرات اللي بتقع فيها. يعني مثلا واحد كان بيقول لي انا مشكلتي ان انا كل ما اقعد في قاعدة فيها نميمة اتزحلق. اتفقت مع ربنا ان انا ايه هاخد بالي بقى، ده كل ما اقعد في الشغل ابقى ايه بشكشك في روحي، عاوز اشارك زي الاول، عاوز اتكلم، عاوز اعلق، وانا متفق مع ربنا انما اتفلت مره وانجح مره، بعد شويه مش يغلط ابدا لانه حطاه كتحدي، مش هغلط، مش عاوز اشارك في الكلام ده تاني. كمان حاسب من حاجات اسمها القوى النفسية الدفاعية اللي هي بتاعت ايه؟ انك تبرر نفسك، طب اعمل ايه؟ لا 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 ده كلام خيبان بقى، او انك انت تتجاهل كأنك ما غلطتش، لا غلط، او انك تنكر كأن العيب ده مش عندك، لا، لا الانكار ولا التبرير ولا التجاهل هيخليك تتغير. المواجهة والتحدي الاتكال على نعمة ربنا يخلي العيب يتشال، تخلي الخطية تروح. كمان ارفض اليأس. ليه؟ وارد انك تغلط طبعا، وارد انك تتكعبل، وارد انك انت يعني تمشي خطوتين وتقع عادي، طب وليه؟ اذا سقطت اقوم، الصديق يسقط ويقوم 7 مرات، وزي ما قالها مار اسحاق كده، ربنا هيحسب لك قيامك مش سقوطك، هيعد عليك محاولاتك مش سقطاتك، فاحسب لانتصارك اكتر مما تحسب لسقوطك. مره جالي شاب دمه خفيف كده قال لي ابونا انا هقول لك حاجه مفرحاني بس ما اعرفش دي تفرحك ولا تضايقك، انا بقالي اسبوع ما فتحتش البلاوي اللي كنت بفتحها واتفرج عليها، انا مبسوط من نفسي. قلت له انا مبسوط ليك؟ هو كان بقاله مدة يوميا وبالساعات، لما قدر يغلب نفسه اسبوع انه ما يشوفش حاجات وحشة هو كان مبسوط، وانا كمان مبسوط. انت ماشي صح، انت كده بتجاهد، انت قبلت التحدي، انت رفضت اليأس، انت قلت لا الطبع ده ممكن يتغير، طبعا يتغير، طبع بطال يبقى له حل، طبعا له حل، طالما بتصلي وبتحاول يبقى هتغلب. تابع نفسك وقدم حسابك، تابع نفسك في كل عيب مزمن عندك. يعني اللي عندهم عصبية لازم تتراقب العصبية، زي ضغط الدم وزي السكر، ما دي اخطر من ضغط الدم، ضغط الدم يعني يموت الواحد، طب والعصبية تودي جهنم. يبقى لازم تعمل متابعة وتقييم، وتبقى بتقدم حساب لأب اعترافك ولربنا في صلاتك. كمان لو قريت وسمعت وعظات في نفس الاتجاه اللي انت بتصلح نفسك فيه، يعني تعبان من موضوع معين، طب ما تقرا في كتب، اللي عندهم غيره مثلا من بعض، اللي عندهم حرب عدم محبه، ما عندك كتب عن المحبه كتير قوي، عندك وعظات عن محبه الناس كتير قوي، اشحن دماغك بالموضوع عشان تعرف تركز، تقوم تغلب نفسك. كمان حاول تقدم توبه في مخدعك، التوبه الامينه المنتظمه دي بتساعد الواحد يطلع.
اتفرج على شغل ربنا فيك ومعاك. يعني ايه؟ انت هتشوف ان ربنا بيغير في عقلك وفي قلبك، بيحط ايده بيعمل حاجة بيصلح. طالما عرفت العيب طلبت من ربنا المعونة، بتراقب نفسك وبتتحدى العيب، هتخف صدقني هتخف، لانه استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هتشوف ازاي ربنا بيشتغل بيك كخادم رغم ان صحتك على قدك، او رغم ان صلواتك ضعيفة، او رغم انك لسه في خطية مش عارف تخلص منها، وبيشتغل بيك والناس شايفينك كويس. ما تقعدش تقول لهم بس انا لا، ما تعبش في نفسك، مش ده الحل. روح قول له بينك وبينه، يا رب انا مش عارف انت بتعمل كده ازاي، ابقى انا وحش قوي وتطلع مني خدمة حلوة ازاي بقى؟ هيقول لك من تبني، طب اعمل ايه؟ انا احب اجمل عيالي. فانت لما تشوف ربنا قد ايه بيكسفك بالذوق وبيطلع منك حاجات حلوة رغم عيوبك، ده هيساعدك انك انت تتخلص من العيوب. بص حواليك هتلاقي ربنا مغرقك حاجات حلوة تساعدك انك تخلص من الحاجات الوحشة اللي في حياتك. خلصت كلام يا اولادي؟ قوتي في الضعف تكمل، ده شعار كل خادم لازم يدوق. دي آية كلنا حافظينها ونفسنا تبقى معانا طول العمر، واحنا بنخدم اي خدمة تبقى ملخبط، تبقى ضعيف، تبقى مش محضر، تبقى عامل عاملة سودة، وبعدين تقول له طب اقول ايه؟ قوتك في الضعف تكمل. طب عشان خاطر العيال، عشان خاطر المسؤولية، طيب معلش عديها المرة دي. طول ما انت معترف بخطأك وبتحاول فيه هتلاقي نعمة كبيرة قوي لإلهنا كل مجد وكرم الأب.